لكم واحد مطلب كتاع جاسكم فيديو جديد. اليوم راح نلعب راح نلعب هذه لا ماني لعبها ولدي ولا صدام هي لعبة هذا تطبيق بوب والبلاي ستور ما احنا محملين اليوم لعبة. ايوه جون الحل احتاج تعال جيب يا مدير خلنا طبعا ما عليكم هذا التطبيق ليش يصلح اللي هو كيني ماستر التطبيق ده للمونتاج والابداع يب تحط زي كذا وتحط اي طبقة الحداجة وهنا تحط اي مقطع عندك يعني. هذا السكن هذا السكن من نوعين عندي سكنين بو هذا كله مسكناتي نحط الاحمر كثير شوي والابيض اكثر وهذا اكثر بعد فالان بنسوي زي كذا ميكس بين الاشياء كامله ميكس بين هذا وهذا يعني بلخبط شوي فمثل ما تشوفون هذا الشيء يخليني انا مبدع بصراحه في المقاطع مره بصير مبدع طبعا اذا شفتوا الحساب او شايف المقاطع حقتي لا تعتبرونا مني راح نحط هذا يعني كل شيء تمام لا مو الحين طيب هذا بعدين اوكي ما استفدنا شيء عيد التطبيق ودي همزة يلا خلنا نروح نوريكم الابداع حقي هذا التطبيق اوريكم مقطع من المقاطع اللي انا حطيت على هذا التطبيق بالذات هذا التطبيق شوفوا بدور لكم مقطع حلو شوفوا هذا مقطع طبعا هذا اول شيء اول ما تبدا تطلع لك شعار ماينكرافت مثل ما تشوفين بعد ما يطلع شعار ماينكرافت شوف ساعة يصير البجر اللي راح تصير لا مثل ما الحين ماين كرافت مثل ما تشوفين اللي يعجبه ماين كرافت هذه قدام الشاشة اسمها طبعا على الجوال بفلوس لا يا زمن اوكي انا طالع هنا على لعبة كينو ماستر عليكم انا هذا صار اسم التطبيق كينو ماستر خلنا ننتظر بشوف بخلي الزر هذا تروح لا ما يحتاج ايوه جت ماين كرافت اصلا ايوه شفتوا ها ترى اعطيت عملت ماين كرافت بصوتي بعدين اجي هنا هذا يوم كنت ابحث على اليوتيوب ما لقيت اي شيء تاريخ كنت ابحث في هذا اليوتيوب ما لقيت ولا شيء اوكي وهنا يوم سويت علي وهنا هالسخوطة حقتي وهنا ماين كرافت امان شي ضفاف ماين كرافت فاخذته خلاص انتهى المقطع طيب انتهى المقطع اوكي لو حط معاه اغنية اي والله حطيت معاه اغنية ما كنت متذكرة صراحة انا اوريكم المقطع شوفوا المقطع انت المقطع هذا حقيقي كيما تعجبك توصل لايك شباب تكفى اللايك عشان ما احرج المقطع مالي نفس هذا المقطع جدي محفوظ عندي محفوظ او بالغلط دخلت يوتيوب اوكي يلا انا ذي دخلت على قناة الشخص تيجي اوريكم اياها بالرسوم احسن لي اني معلق عليها فجأة صدق بس ما انكم شايفين هذه دخلت على يوتيوب الشخص فيعني
وهذه طبعا لو تضغطون على ذي اللي في النص اللي في النص هذه اللي في هذول بعد هي طبعا لو تضغطون على دقيقة ما بيخلي ذا اللون هنحط لون تاني ونحط اللون على هذا فنكبر شوية بس شوي فنريكم شوفوا هذا التطبيق صراحة هذا حبه لو نحط له الأزرق يكون أحسن فما زي ما انت شايفين هذا بصراحة هذا حق الرسم هذا يعني مو حق الرسم لا حق تصميم الفقاد الحين نضغط عليه تجيني هذه الثلاثة اللي في النص فجأة تجي عادي هذا أحسن شيء وهذا اللي هذا وهذا اللي ستار اختار الستار يا حبيبي جيب فهنا يا عيال تقدر تسوي ابداعاتك بس صعب صعب صراحة التطبيق اصعب من هذا التطبيق بس تقعد كذا تشوف 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 تحس سهل عليك فيعني فالحين بحط كذا يعني مثلا انزل اي مقطع من هذا على اليوتيوب ما نحطه على اليوتيوب بس كذا بسوي فيديو زي كذا مجهزة تجهيزة لأنه طبعا ما نخلي شيء زي أصلا فمثل ما تشوفين هذا كله مقطعنا بس زي كذا وحبة واحدة بس هذا طبعا أكثر شيء يجي من النحل وحتى ذا أصلا أكثر منه فيعني هذول مو نادرين صار شيء منهم نادر فالآن لو أحطه يعني هذا بحطه مو كذا صوت بروح عندي صوت هذا بدون صوت كان حطوا كثير حتى نسمع الصوت انا اعرف لو حطيت كثير حتى ذا او يعني فاشوف كيف راح يصير شوف كيف راح يصير الوضع ازعجكم صح؟ ازعجكم هذا الازعاج الحقيقي الصراحة فالآن بحط أغنية الإزعاج وبعدين أتقدم شوي تشوف بضيف هذا كل الصوت تجي راح يتحول عليه مق 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 خلاص ذا بمقمق اوكي الف مقمقة اذا ما صار شيء مقمقة زيادة مقمق شباب شكرا على اللايك هذا اللايك عشان كذا اشكركم اللايك انا استمر عشان اللايك حتى لو دي بس لايك استمر ليه نسيبه دينا يجب ترتفع زيادة والله كثير كثير لازم ارتفع لا والله كثير الصوت مزعج الصوت مزعج الصوت مزعج الصراحة ف اوكي طبعا انا بتاكد من المقطع بخليه برا وازعج الصراحه المقطع كان حلو شايفين ذي الالوان بس بحط عليها بالرسم لا مو ذا اللون عاد مو كل شيء ذا اللون بحط الازرق وهو كبير بعد راح اكبر اللون الازرق بحط الازرق بخليه على اكبر شيء شوف ايش راح اسوي عليها نيوت
لا 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 خلاص خلاص خلاص. طبعا دقيقة بس. طبعا الحين بعلمكم كيف تنزلون المقطع، هذا الشيء اللي متحمسين له عندكم اكيد. دخلت المقطع على شلون المقطع ما حد اعطيكم صورته، فتجي تحط اي شيء بس انا بحط لي لا تكفى عشان ما ياخر نفس التاخير اللي صارت اول. فبعد ما تسوي كل هذول تجي وين هذي، اول ما تضغطون على هذه هي بتجيكم زي كذا صح؟ تضغطون زي اللي بس اضغطوا هذا تضغطوا فيه بس تم. طبعا الحين بضغط على هنا طلعت من التطبيق. اوكي اضغط عليه. اوكي اضغط عليه طبعا خلوه يحمل. انا بخل طبعا حتى وانا مرتاح جوالي يطفي. طبعا شباب خلصت دقيقة اي لا تلقلك. طبعا شباب خلصت الفيديو، فمع السلامة. انا والله بدي لك الجوال.